هذا البرنامج برعاية بنك الخرطوم. لا تدعب لدعاني، كل ذول يكلم التاني، خدمات بنكك مجاني. تحويل الأموال من ذول لذول مجاني، شحن الرصيد وشراء الكهرباء خدمة مجاني، المفاجأة الإيداع مجاني، والسحب بالذات مجاني. بنكك أمر محسوم، خدمات بنكك بدون عمولة أو رسوم. خليك حريص وأوعك. هذا البرنامج برعاية بنك الخرطوم. الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من ليالي الأندية. واليوم نحن مع أسرة نادي اتحاد فن الغناء الشعبي وبرنامجهم الثقافي بإحياء ذكرى الراحل الفنان بادي الطيب له الرحمة والمغفرة. متابعة طيبة أتمناها لكم مع فقرات برنامج اليوم ليالي الأندية. صلي
في غد مجهول وده الماضي اسمه الكان ديري بابكر رئيس اللجنة الثقافية بنادي اتحاد فن الغناء الشعبي وحديث حول برنامج الثقافي وليلة إحياء ذكرى الفنان الراحل بادي محمد الطيب. شكرا أستاذ حافظ. في البداية بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. طبعا نحن في نادي اتحاد فن الغناء الشعبي فبنقوم بعدد من البرامج ومن ضمنهم الذكرى لكل فنان رائد لكل فنان أعطى للاتحاد وأعطى للشعب السوداني وأعطى للأمة. بنحاول ننعش ذاكرة الشعب السوداني هو الإنسان المحب للحقيبة بننعشه بالفنانين اللي هم أثروا الساحة في وقت من الأزمان. فالآن طبعا وقع الاختيار لرائد الحقيبة نترحم عليه الأستاذ بادي محمد الطيب. فدي الذكرى 11 له الاتحاد بيقوم بكل كل سنة له بذكرى. ونحن طبعا عادة يعني عندنا عدد كثير يعني كثير جدا جدا من التكاريم بنقوم بها بنتفاعل مع كل حدث في البلد إذا كان استغلال إذا كان تكاريم إذا كان إحياء ذكرى لفنانين. فبرامجنا متعددة الأشكال ودائما نحن يعني ما مر علينا شهر وإلا نقوم باحتفائية معينة. بعد ذاك بنحاول يعني بإعلامنا نتصل بالإعلام وبيجي وعندنا طبعا الشعبي يعني الحمد لله محب الحقيبة بتضفق لنا يعني عادة. وأنا ما أعتقد طبعا أستاذ حافظ دائما معانا في المحافل يعني فقناة الغام برضو يعني لها دور برضو كبير جدا جدا وبعض من القنوات نشكر كل الشكر في إتاحة الفرصة لباقي الشعب المابي يعني يحضر الاحتفالية فمن قناتكم. فإن شاء الله اليوم حيكون في احتفالية حلوة جدا جدا بعدد من الفنانين المميزين وإن شاء الله حتكون مفاجأة كبيرة جدا جدا في نص البرنامج برضو
من الفنانين الحلوين شديد. شكرا لك. ويديك العافية أستاذ حافظ، وربنا يوفقكم ويقدمكم اللي قدام. ربنا يسأل الله أن يوفقكم أيضا في نادي اتحاد فن الغناء الشعبي، وتتواصل في غرات برنامجنا ليالي الأندية لهذا الأسبوع. الخير ما نكافر ما
عضو نادي اتحاد فن الغناء الشعبي، مرحب بك. واليوم الذكرى 11 لرحيل الفنان بادي محمد الطيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، والتحيات الطيبات لكل المستمعين وفي كل مكان، والشكر أجزله لغناة أنغام ولبرنامج ليالي الأندية. وحقيقة الأستاذ بادي محمد الطيب علم في رأسه نار في الأغنية الشعبية وأغنية الحقيبة، وهو الشخص الذي نحن نعتبره هو الكبر الرئيسي الذي ربط بين القديم والحديث، وهو الشخصية التي استطاعت. صحيح نحن لا نغمض حق آخرين أنهم غنوا وغنوا وغنوا بجمال وبلطافة وبكل الرقة، لكن أنا شخصيا أعتبر بادي هو الكبري أو العنصر الأساسي الذي استطاع يربط بين القديم، بين كرومة وسرور، وبين الأجيال الحديثة. وله الفضل في أنه الناس يرددوا أغنية الحقيبة بصورة بحداثته وبكل كلماته وبكل عبقها القديم في الحداثة الشبابية وفي المجتمع الآن. وبادي منذ أن يعني دخل في أغنية الحقيبة أو في الأغنية الشعبية بيعتبر رمز ضخم جدا جدا، ودخل بمستوى عالي أصلا يعني من بداية الستينات. وطبعا بعدين من موالد حلة عباس سنة 37 تقريبا، وتوفى سنة 2007 الله يرحمه. والذكرى نفسها بالنسبة لبادي ليست إحياء بأكثر مما إنها هي إحياء للتراث الشعبي وللغناء الشعبي نفسه، فنحن بنترحم على روح بادي، لكن الإحياء الذكرى هي لإحياء التراث ولإحياء النغم بصورة جديدة. ونتمنى إنه الأجيال تتفهم الروح الموجودة في الأغاني الشعبية، وتتفهم المعاني والأبعاد حتى على المستوى الاقتصادي والمستوى البنيوي والمستوى كل المستويات. الأغنية الشعبية ذاخرة بالعادات السمحة والتقاليد وبكل المطلوبات للإنسان الممتاز. حقيقة أنا يعني لا أطيل عليكم، وفي الختام أشكركم جميعا ولكم شكري وتحياتي وبارك الله فيكم. تسلموا. شكرا الأستاذ عوض بالله، عضو اتحاد نادي اتحاد فن الغناء الشعبي. وإلى فقرة أخرى من برنامجنا اليوم ليالي الأندية.
عرفوني
شيون وأقل من أهل حسر قاعدين بعرف أنه علاقتنا كانت مع بادي شكلها شنو. أنا خسرت أربعة أنفار لكن صالحتهم. أنت بادي يدفن هنا ديهم بالقبة ويدفن مع خليل فرح ويدفن مع كرومة لكن أهل حنية غلبوني. وآخر حاجة سلموا عليه قال لي إحنا عارفين هذه كلها محبة إنك أنت عايز بادي. قلت لهم بقى ما لا ما ملك للحلاوين ملك لكل هذا السودان. بادي بواب عبد الغيوم باب القبة بادي النيل بعد الطابية والناس دي كلها بيتأدى الكلام ده وبتأيدنا فيه. في قصائد كثيرة غبرت يا جماعة وفي ناس عارفين انه الحاج حسن علي حسن والدي كان بودي جارد لكروما. لما تقول كروما بكون هو دارف انت دارف تقول فيه شنو إلا وتقول له بس ربنا يديه العافية. أها مرة قاعدين مع عم عمر البنا هنا في البيت جاء الحبيب المقيم الراحل الراحل المقيم بادي يستاذن عم عمر البنا في قصيدة غزالي يا غزالي قاعد جنب الفرجوني بيجاي وعم عمر جاي قلنا له ده بادي عنده صبحية عم عمر وجاي يسلم عليك ويستاذنك. قال بادي استاذن نانا كده وريني دارت أقول شنو في الغنى ده لا يغني غزالي يا غزالي. قال منا بيتين قال بس خلاص كفاية أجيقر فرجوني بادي ده غنانا القناه والما قناه وسامعينه يغنيه زول ناقوة قلت له أبشر بالخير ده عم عمر والله ما أقوله شيء. قام الفرجوني بخبص كده قال له جيقر انت ما رافع الكلفه من عمك عمر كده قول له الزول ده كان حزن الناس كروما كان بيكون بياكل عيش. قمت قلت له عم عمر والله في سؤال بريء اجيت عندك سؤال بريء. قلت له والله الدوله دي بريء في بعده. قلت له نعم. وتحسي بعده كان حزن الناس كروما كان بياكل معاهم عيش. كروما شنو لا يا ولد اقف الحقيقه قرب قول استغفر الله العظيم والله وعلى ما اقوله شهيد. قال لي يا ولدي كروما داك ما مو صغار لكن الولد ده الولد الضمير راجع تكبير لبادي الولد ده صييط بادي غنى لي كروما ولي سرور ومدح وشدى وغنى احنا مسمينه شادم القريد. بادي دي سانح الإسلام يتكلم عليه إلا يعمل كتاب عن ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بأنه كروما رحل سنة 46 سرور سنة 47 سرور 46 الإبراهيم 45 زنجار 51 وكأنهم يؤدوا رسالة وتغمضهم الله برحمته. لكن بادئ عالم في أغاني غبرت قلنا ناس كروم وناس سرور في زواجي أنا في السبعينيات جبادي غنى وأبوي قاعد البودي قاعد بتاع كروم غنى غنيتين ثلاثة يا أبوي همس فرداني قال لي والله أقول لك شنو والله والله ضايرهم الضمير راجع لكروم ولا سرور. ده أنا كلام بقوله كوثيقة وكحقيقة في حق بادي. بعد مرة احنا قانصين ناس قنيص وبنريد الصيد وبنريد الجمال بنريد الجمال دي وتابع عليه اشياء كثيرة. بعد جينا قلنا له يا ابو ديك عنده بيوت كلها صرفه في حق الله الناس اللي بيعرفوا اهل العريض الكلام ده جرحل في الصورة وبيقابل في الفرجون مش نقعد مع بعض. قنصنا جبنا لنا الصيد ما قولوا نحن ماشيين جايبين تاكل معانا الصيد ده. بعد يقعد معانا لا عشاب ولا لا تقول ولا شيء طيور ذات العظام الخفيفة وزواحف مائية وملزم الطاب من الأشياء البرية. لكن حكاية الصيد ما جبنا بس جينا خيتنا لحم الصيد طبعا ما فيه الكوليسترول ده حاجة حمراء كده برا وذا لحم شنو قلت له عادي يا بادي ما نكذب عليك ياخذ الصيد الجقر انتم تخافوا الله الفرجون بعد غناكم ده تاكلوا الصيد الله لا بارك فيكم يا بادي كذا كيف الصيد ده بياكلوا اخواني تقدروا كيفين بتحملوا كيفين بتطبعوا. قلنا والله بالحق انه الكلاب هناك رح نجي بنحلله لكن والله ما علي القسم بالله يتعشى بفول بادي نسمه بيد ربنا اكرم بيه اهل السودان ونحن ربنا ابتلانا بالحقيبه دي. اغاني كثيره ماتت في زمن كروم وفي زمن سرور وعمر بن قال لي حياتي انت وكم ما يا اخي انت حكمه دي الحياه الصيحات العمل فيها بادي دي حقته. كروم ما قال لك دي كروما قال بصورة يبعد حياها أحياها أدا حقها. ما بقدر ننضم معنا الحبيب بعد أكثر من كده. آخر يوم كان بيتدرب معنا هنا في الميدان بتاع مشت المدرمان ومعاه عباس ده بيجي ويتدرب ويتريض وبعد رحمة الله عليه مشرى الأكرم مني ومنكم ومنه رحم الله بعد. شكرا ولا آية ولا إنسان انت صاحي ولا نائم ولا طابك من طاب نعسان دحيمة ولا آية
شادل انت نادل انت فادل انت ضامر انت دامر انت هدار ولا بربر بطاب ومعزا انت زاهر انت ناظر انت بوس انت لاهي انت بطران في دلالك في جلالك يا سيدي وكران انت عليك مهما ولا يا ولا انسان انت صاحي ولا نايا ولا بربر بطار ونعزا حياتي
هذا البرنامج برعاية بنك الخرطوم. لا تدعب لا دعاني، كل زول يكلم التاني، خدمات بنكك مجاني. تحويل الأموال من زول لزول مجاني، شحن الرصيد وشراء الكهرباء خدمة مجاني، المفاجأة الإيداع مجاني، والسحب بالذات مجاني. بنكك أمر محسوم، خدمات بنكك بدون عمولة أو رسوم. خليك حريص وأوعك. هذا البرنامج برعاية بنك الخرطوم. طيب نحن الليلة اتلمينا هنا في اتحاد فن وغناء الشعبي لأن إن شاء الله نقدر نكون قدر الحاجة اللي أسسها أستاذ بعد محمد الطيب ومعاذر الناس قدر توفيه وحقه، فده من المؤسسين وراجل يعني عصام من هنا نفتكر، وبعده من قرية ود عباس ريف الكاملين وجاء الخرطوم وأجاد أغاني الحقيبة بشكل مميز. فافتكر يعني الحضور اللي بيحكي روعات بعده وناول الناس اللي بتنهل فيه بيحكي عن بعده كله جميل وكله جميل. نحن فقدنا زول ما 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 ساهل يعني هرم من أهرام الأغنية في السودان، وكنا بجد محتاجين يقف معانا زي ما وقف مع القبالنا وورى الناس أساسيات الغنى، وربنا يحفظ السودان كله إن شاء الله يا رب. الكلام ما بيتنسق ولا بيتقال، فربنا يرحمه بقدر ما أدى الشعب السوداني من أغانيه. شكرا. خطر بيطير.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محاسن الصدف، اتصل علي أخونا عباس عبد الله الساعة 4 وأنا شغال، قال لي يا أخي نازل عندهم برنامج تأبيل لبادي، وحينما يقال شيء يخص بادي بعد ذاك تهون المسافات ويهون كل شيء. أشكركم جزيلا وأشكركم مثنى وثلاث ورباع. الحضور الكريم ما في كلام يتقال، بادي عرفتهم درمان وعرفهم درمان، احتفلت به واحتفى بها، عارفته وعارفها، عارف رموزها وأهلها وحواريها وأزقتها وشوارعها الرئيسية والفرعية، ولا أظن أن هنالك حيا أو شارعا لم يحيي فيه بادي ليلة أو حفلة أو عصرية كما يحلو لأخونا الجقر يقول لك العصريات. فرحم الله بادي وأدامكم وأعزكم وأعز هذا المكان الذي يحتفي بمبدعيه، وبادي عليه الرحمة من مؤسسي هذا الاتحاد الذي تنقل من هنا إلى هنالك وكان في صرة درمان جنب السوق. أي زوج كان بيقدر يجي، لكن هسي قد الناس تجد معانا، لكن لا بأس أن الواحد يعاني عشان إذا لقى له زوج بيغني سميح يسمعه يعني. بعدين في أغنية حبوبتنا رواية بنت محمود إمام اللي هي بتريد اللطام، كثير من الناس اللي بيغنوا يقول لك اللسد النتر بجهة الأبقار، بس عشان الحيوانات ده أسد وده البقر، لا هي المنطقة اسمها التقر، كان فيها معسكر عبد القادر ود محمد دمام وأنصاره، التقر القدامي والتقر الوراني، يعني احنا وانا منطقة جيران 6-7 كيلو مننا. فرغي أخته قالت اللسد النتر بجهة الأتقار، لمول القرط شايلين سلاح النار، وتحبوه بقى مرتب الأنصار وفي كتفية ديك كم شبع الصقار. عاش السودان حرا مستغلا، وأدام الله وجودكم وعزكم وسودتكم ورفعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الكلب تزعل يا لا يا لا في مكانها وزمانها ومناسبتها، وأبدأ بمناسبتها. فالفنان الراحل المقيم بادئ محمد الطيب كان فنانا مؤسسا، التف كل الناس حوله وحي، والآن يلتفون كل الناس ونشهد هذا الحضور الكبير وهو ميت. ولم أمدهش قبل لحظات وأنا أرى أحد وزراء ولاية الخرطوم موجود هنا، خلع عباءة السلطة بالخارج ودخل إلى هنا ورفض أن يرحب به أو يذكر، وقال إنني محب لبادي، محب للفن الشعبي، لذلك جيت لكي يستمع واستمتع. وحقيقة ده يستحق يا جماعة نحييه. كما نحيي قبل أن نمضي أكثر في المناسبة بالناقد الكبير أستاذنا مرغني البكري. يا جماعة أستاذ مرغني ده بيستاهل أكثر من كده، هذا الرجل الذي اكتشف كثير من الغامات والإهرامات الفنية وما زال مواصل هذا العطاء. في ليلة لا يملك المرء إلا أن يقول ببكي ونوح وصيح على الزول الجميل الروح روح، ولكن ترك هذا الجمال الذي ما زلنا نشنف به آذاننا. أما المناسبة، أما المكان، فقد كان الراحل ينتمي لهذا الاتحاد، فعندما جاء الاتحاد وطلب منا رعاية هذه الليلة، برغم أننا خلال أشهر قليلة قد رعينا أكثر من 3 ليالي لهذا الاتحاد، ولكننا لم نرفض من أجل بعده، من أجل هذا الجمهور الجميل
الذي عرفناه حقيقة. وسنواصل رعايتنا لكثير من الليالي في هذا الاتحاد النشط اللي فيه 3 منتديات، وحتى لا يزعل المنتديات الأخرى فنحن أيضا مواصلين معهم الدعم والرعاية، وإن شاء الله كل المنتديات سنتمكن من رعاية كثير مما نشطها. أما الزمان فهذه الليلة مناسبة هذه الذكرى كان لابد من الاحتفاء بها. كنت أتمنى من أستاذنا الجيجر وهو العارف أن يتحدث أكثر عن هذا الفنان. بعده كان حافظا للقرآن ومجيدا، وتعرفون حفظ القرآن وتجويده كيف يمكن أن يكون أثره في مغني بيغني غناء الحقيبة. كما كان في أسرة، نشأ في أسرة وبيت أبوه وأخوه كان مادحين، فما أروع أن تنشأ حافظا وفي بيئة كهذه. لذلك شغل الناس في الجزيرة وجاء إلى الخرطوم، ودخل الخرطوم عبر عدد من البوابات كان بينها جامعة الخرطوم، لم يكن فيها أستاذا ولا كان تلميذا، إنما كان عاملا، ولكن بعد فترة غليلة صار فيها أستاذا، لم يكن معلما، وإنما اكتشف الطلاب أن بينهم مبدع كبير، فصاروا يقدمونه في كل مناشطهم وفعالياتهم، فزاع صيته ومن هناك انطلق وملأ الدنيا وشغل الناس. وهو نفسه يقول: أنا أغني الحقيبة مثل ما يغنيها كرومة وسرور. ولما سألوه قالوا له: المزيكا دي؟ قال لهم: الروعة تزاد روعة. رحمك الله بعد أيها المبدع الفنان. عمر البنا قال عنه شنو: كنت أتمنى أن يواصل أستاذ الجيجر وهو العارف أكثر منا. قال: والله لو سرور وكرومة حاضرين بعده لسلم عليه في راسي. ولا يا أستاذنا مرغني البكري، فنحن الليل حقيقة أمام غامة كبيرة، مثل هذه الغامة يتضاءل أمامها الوزراء، يتضاءل المدراء، كلنا نجلس ونغف لنستمع ونستمتع. رجل نغش حقيقة، فنه في دواخلنا. فأنا حقيقة سعيد جدا بأنه الليلة نكون حضور لهذه الليلة، وبيني وبين جمهور هذا الاتحاد الجميل مودة خاصة، مثل ما لدي مودة مع كل المنتديات الأخرى. ولكم التحية، وإن شاء الله سيظل التواصل بيننا غائما ومتصلا. شكرا جزيلا. القداري زو صغير ما عاري إلى بريت أريد أريد كل ما خوي إدك شاري يا سمسي زو صغير ما عاري إلى بريت أريد أريد كل ما خوي إدك شاري يا أخوات ما أدو
هذا البرنامج برعاية بنك الخفطوم. لا تدعب لدعاني، كل ذول يكلم التاني، خدمات بنكك مجاني. تحويل الأموال من ذول لذول مجاني، شحن الرصيد وشراء الكهرباء خدمة مجاني، المفاجأة الإيداع مجاني، والسحب بالذات مجاني. بنكك أمر محسوم، خدمات بنكك بدون عمولة أو رسوم. خليك حريص وأوعك. هذا البرنامج برعاية بنك الخفطوم. شكرا للإدارة العامة للثقافة والإعلام بوزارة الثقافة والإعلام والسياحة بولاية الخرطوم، وشكرا لكل الذين رافقونا خلال سهرتنا اليوم ليالي الأندية من فنانين. ويسرني في ختام هذه السهرة أن ألتقي بالفنان الشاب المتجدد في عطائه والذي وضع بصمة واضحة في مسيرة الغناء الشعبي. مرحبا بك عصام الجبلاوي يا أخو زيك.
اهلا ومرحبا جمهور الكريم والمشاهدين الاعزاء. اولا تهنئه خاصه وخالصه لقناه انغام عبر برنامجها الرائع جدا ليالي الانديه. دائما سباق لمثل هذه المناسبات الرائعه. لكم التحيه جميعا. عصام كالعادة يعني وزي ما تابعنا جمهورك هنا وكل الذين شاركوا هنا في هذه الأمسية يعني التجاوب مقطع النظير. والله أنا بحمد الله كثير وأنا بعتبره توفيق من رب العالمين ثم اجتهاد والحفظ. الحفظ ذاته ما ساكت في المخارج السليمة والحمد لله كما قال النقاد ما قلت أنا. قوة الصوت مع وجود التطريب والمخارج السليمة والحضور المسرحي الذي يمثل 50% من المطرب يعني. نعم. عصام الجبلابي الجديد في الجديد القادم في المرحلة المقبلة. والله ده سؤال جميل جدا ومريح لأنه من خلاله ممكن أطرح الأعمال الجديدة بتاعتي وأهمها أنا مش بعتبر أنه همام من حيث النصوص ولكن التعامل مع الأسماء في مثل هذه المرحلة مهم برغم أنه في شعراء هم مش مجهولين ولا مغمورين لكن ما بيحبوا الأضواء. تعاملت قبل فترة شهرين مع الأستاذ الرائع الهرم إسحاق الحلنقي وهذا كان في عملين، العمل الأول أنا بعترف والعمل الثاني بعنوان أم درمان وهي سيرة والعملين من الحان الاستاذ الرائع عماد يوسف وانا من 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 هذا المنبر بديهم التحايا الاستاذين الرائع اسحاق الحلنقي والملحن الجميل عماد يوسف. كلمه في تعاملت معها في مختار ضفع الله وايضا من الحان عماد يوسف وفي اغنيه جميله جدا وانا بعتبرها حتعمل راو كبير جدا وهي أغنية شمسك شرقت ليل يا بنية وتركت داج الليل صبحية. دي من كلمات والحان الأستاذ الرائع مكاوي شيخ اللمين. نعم. شكرا لك يا أخ عصام الجبلابي ونتمنى لك دوما التوفيق. أما عن هذه المناسبة مناسبة ذكرى الرحل المقيم بعدين محمد طيب أنا سبق وأنه قلتها أنه بعدين محمد طيب حصريا على بعدين محمد طيب. انا شخصيا عصام الجبلابي بغني اغاني بعدين محمد طيب لكن بصوتي انا ولا اقبل المقارنه بيني وبين الهرم بعدين محمد طيب لانه لا توجد مقارنه. بعدين محمد الطيب بجد يعني بعدين محمد الطيب رقم يصعب تخطيه. فبعدين محمد الطيب والله خلقا واخلاقا وطربا وحفظا و ما يحتاج الى مجلدات والله. ف نعم وانا من هذا المنبر والله بحيي كل اسرته الكريمه وبحيي حله عباس التي انجبت هذا الرائع والله والله احييها فردا فردا. وكان معانا ليلى يوسف الرائع وعبره بلغنا التحيه يعني لك. التحية أستاذ حافظ شكرا لك كثير الله يخليك. الله يخليك. شكرا للفنان الشاب عصام الجبلابي وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامجنا ليالي الأندية لهذا الأسبوع وإلى جديد اللقاء. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.